إشاعة يا وليد. كل الأسئلة موجهة لوليد باعتباره الأكثر كفاءة في هذا البلاتو. شهادة نعتز بها خاصة في الحلقة. معناتها ما تلقاش كيف. يلا في نابل كاستورس الحلقة. في نابل في جراج يعبيو في الحجام. الكل عندهم كاستونس الحلقة. كيف كلهم كيفهمش ياخذوا الكاس. ولعمره حجام نهار مسكر ولا نهار اثنين يعملوا الكاس. نهار اثنين كوبيتين. في جراج يعبيو في الزيت المدعم في دباب الزيت 5 لتر لعلامة تجارية معروفة. ياخذوا زيت مدعم ويعبيوه فك الزيت الفاخر. تعرف زيت مدعم دينار دينار ومية وزيت الفاخر ب 4000 6000 5000. مش إشاعة. ربيب مصورة مثلا مش إشاعة. بلال مش إشاعة عادية. كيفاش تقول هكا مش إشاعة؟ كيفاش تغدر ولاد بلادك وتقول مش إشاعة؟ تغدر ولاد بلادك. هل التونسي نجم يغش خوه التونسي؟ هما غشونا قبل وباعونا الماء سبالة كانوا ماء صافية. قسما بالله. ما معدني طبيعي. لا يضحك سمح الله تضحك. ابكي يا سي الحبيب ابكي يا سي الحبيب. مش قلنا لك لا تقول صافي لا صابرين عليه هكا عليه عليه هكا عليه والله. لا والحق والله بالحق ما الغشه موجوده في تونس. ولاد الناس يتغشوا عليه ولا العظيم. الغشه موجوده هكا عومتها الحكي نساوها نساوها. دونك موجوده الحكي يحط لك زيت كذا في كذا. دونك الحكي مش إشاعة. برافو واضحه العمليه. الله متبع الاخبار. اسعار الاضاحي باش يوصل المليون و200. مش إشاعة. إشاعة بالحق. لانه الدوله عملت قرار تجميد اسعار الاعلاف فجاه. الدوله عملت هكا بعدك الوزير اللي قال باش تزيد الدنيا عملت هكا تجميد الاسعار كذا. العظم باش يطيح ل 800 مليم الدجاج تحصوه كل شيء تحسومه وسومها بين 400 و800 دينار ونفس اسعار السنه الماضيه. بس يصير فما كل العباد اللي يشريوا علوش مليون و200 وكذا كمر. في القصرين يا رباب اي 60 شاب شكاوا بحرق خذيهم من كل واحد فيهم 6 ملايين على اساس باش يحرقهم وما حرقهمش. استنى كان 60 كل واحد يعني 360 مليون في حرقه. أي. يصرفش عليه 60 معناتها في حرقه يمشي يجي يصور 300 مليون. مزدود في 60 برشاوي بالدنيا يرشي حتى طلين راهو الحرق حتى البوليس طلين يرشيهم. للاسف مش اشاعه. حتى طلع حراق قرا على روحه والله حراق خير. هو مشكيو بالحراق ساعات الحاجات. اي مع القانون ما نعرفش يمشي معاهم ولا هم ما نجموش يشكيو بروحهم معناتها. عباره شريت مخدرات وغشك باش يشكي. يظهر لي طلع مش حراق خذ 350 ولا قداش مليون وهرب بهم. هو شنو كان الهدف منها؟ انه حياه عبد باش تتبدل. حياه هو تبدلت الى الاحسن. يعني اما عنده ضمير خاطر كان ينجم حراق يهز مثلا ويغرق بهم بطو ويهرب. هو خدم على قلب حياته. هو انقذهم. هو بيدو انقذهم. الحرقه مخرج معروفه خذا الفلوس. لانه تونس خير من ايطاليا طبعا. هو باش يعرف اكثر منه. اشتربى باش ما عادش يحرق باش ما عادش يمد الفلوس هكاك 6 مليون. الخنازير والزواحف تغزو صفاقس بسبب تراكم الفضلات. هذه مش اشاعه ومأساة تعيشها صفاقس وديما حكينا عليها. والحاجة الإيجابية بليل نحكي وما يتبدل شيء. أي بلا ذيك الحاجة الباهية دونك أنا نحكي مسموعة ديون في صفاقس وفي الصيف تو مأساة في صفاقس وفي برشا ولايات أخرى. المهم الفساد بتاع البلدية تبدلت ولات مزيانة برشا وتصرفت عليها مليارات بالحق. بالطبيعة برشا فلوس 4 مليارات 4 مليارات. هذا رئيس بلدية بتاع الباسات ودنيا البي ام البي ام اي اي وضوء في الليل ضوء الألوان وإشكال فهمت. تحية لك. مش مشكل بوبيل في الليل ما يراه حد وجاي الوشوشه وكذا. تونس تسجل مداخيل جمركيه قياسيه بقيمه 11 مليار دولار بعد منع التهريب. قديش المليار دولار؟ اي باي لانه عملوا حملات على التهريب. اشاعه ولا مش اشاعه يا وليد؟ اشاعه رباب مش اشاعه. اشاعه اشاعه لانه الرقم صحيح. الرقم صحيح اما في المغرب. اي خاطر شفت كيفاش قصه تهريب. معناتها في بالك انت المهرب الفلوس كانت جايه للدوله اللي خذاها المهرب. معناتها الدوفيز انا هاي القاهره ما يلزمناش نحكيو برشا على البنوك ماناش حصه اقتصاديه. باهي انت الدوفيز اللي 80% منها تتبدل في النوار كان تجيبها للدوله تو نستنفعوا البنوك وتدور الحركه. معناتها ما فهمتش الدوله تطمس في عينيها والناس كل يعرفوا في باب حر والناس اللي تبدل دوفيز وكذا
وليدك نهار قبل ما يسافر بدل في النوار خاطر ما يحبش ما حبش لغال في زغوان شاب حاول ينقذ زوز كلاب صغار زوز الجراو من الغرق منعهما توفى هو إشاعة ولا مش إشاعة ولا مش إشاعة مش إشاعة ما أشتور إشاعة مش إشاعة مش إشاعة الله يرحمه هاو الحيوان يعيش في البلد هذه والإنسان يموت اي اما هو حاول يحاول نحكي لك معناها نحكي لك معناها نحاولوا من على القوس لا بالعكس حاجه معناها معناها هو في سبيل الحيوان عايز بلاصته تخليهم يموتوا انا ما نعرفش نعوم حتى ما نعرفش هم ينقذوا فيك نعم نعرف نعوم هذيك حاجه اخرى تغرقهم معك هذه ما فوتش غير حد يصدر الماء شوفوا فيك فات السر على الدم صاي ما عادش قالوا بلا وغادي بلا عليه ام وبو مروحين بوليد عمره 6 شهور من الحضانه على موتور طاحت فل من يدوم وتوفى لطف يلا يرحمه ربي يخبرهم في الحكايه ساعه فلوس لطيف على موتور فلوس لطيف والله عائله نقبل لما هم ما عندهمش شوا بلا انا مش نبدا ننظر هم ما عندهمش شوا ما عندهمش حتى ترم ترانسبور ما عندوش يبدا هو ومرته ولاده صغار من قدام وشاد مرته ومرته تبدا تشاد صغير كارثه هذا اللي قدر كان يصير حاجه كارثه صارت معناه في باب سعدون يلا ركاب باش نحكيو برشا كوره نمشيو فاصل ثم نعود هذه ديما لاباس على ديوان فهمنا